مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في نشرة أخبار العالم، تأتيكم من مركز الاتحاد للأخبار. والبداية بالعناوين: الإمارات تدين وتستنكر بأشد العبارات الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة التي أدت إلى مقتل وإصابة المئات من المدنيين الأبرياء. باريس وواشنطن تؤكدان تكثيف الجهود لتجنب تفاقم الصراع في الشرق الأوسط وإعطاء الأولوية لتهدئة الوضع عبر الحدود الإسرائيلية اللبنانية. أهلا بكم. بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي وينستون بيترز نائب رئيس الوزراء وزير خارجية نيوزيلندا العلاقات الثنائية بين البلدين، واستعرض سموه ومعالي وينستون بيترز مسارات التعاون المشترك بين دولة الإمارات ونيوزيلندا وإمكانات تعزيزها في القطاعات كافة ومنها الاقتصادية والتجارية والطاقة المتجددة، وتطرق الجانبان إلى مساعي البلدين للتوصل إلى اتفاقية للشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما، ما من شأنه أن يفتح آفاقا واعدة للتعاون في العديد من المجالات التنموية. وأشاد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان بالعلاقات المتميزة التي تربط بين دولة الإمارات ونيوزيلندا، مشيرا إلى وجود رغبة وإرادة مشتركة بين البلدين الصديقين لتعزيزها على مختلف الأصعدة بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير على شعبيهما. أدانت دولة الإمارات واستنكرت بأشد العبارات الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة التي أدت إلى مقتل وإصابة المئات من المدنيين الأبرياء، مؤكدة رفض دولة الإمارات القاطع لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية. وشددت وزارة الخارجية في بيان لها على أن الأولوية العاجلة هي الحفاظ على أرواح المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع بشكل عاجل ومكثف وآمن ودون أي عوائق. وأكدت الوزارة ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار لمنع سفك الدماء، مؤكدة أهمية أن ينعم المدنيون والمؤسسات المدنية بالحماية الكاملة بموجب القانون الدولي والمعاهدات الدولية، وضرورة ألا يكونوا هدفا للصراع. من جهته طالب المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال اجتماعه اليوم في الدوحة بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة. وأكد المجلس الوزاري في بيان عقب الاجتماع في دورته 60 بعد 100 على ضرورة تأمين وصول كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية لسكان غزة. وأدان استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مؤكد وقوف مجلس التعاون إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق خلال التطورات الراهنة في قطاع غزة ومحيطها. وحمل المجلس الوزاري إسرائيل المسؤولية القانونية أمام المجتمع الدولي عن انتهاكاتها واعتداءاتها المستمرة والتي أسفرت عن قتل آلاف المدنيين معظمهم من النساء والأطفال. وأكد على أهمية إنهاء الحصار المفروض على القطاع ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، مطالبا المجتمع الدولي باتخاذ موقف جاد وحازم لتوفير الحماية للمدنيين في قطاع غزة. وشدد المجلس الوزاري على أهمية استمرار اللجنة الوزارية التي شكلتها القمة العربية والإسلامية المشتركة للتحرك على المستوى الدولي لمساندة جهود دولة فلسطين في نيل اعتراف مزيد من دول العالم ودعمها للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وعقد مؤتمر دولي للسلام. وإلى تطورات الحرب في غزة، حيث حض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الوزير بني غانتس على عدم الاستقالة من حكومة الحرب بعد تلويحه بهذا الأمر لغياب استراتيجية لفترة ما بعد الحرب في قطاع غزة. ودعا نتنياهو الوزير غانتس بالبقاء في حكومة الطوارئ، مضيفا أن الوقت هو للوحدة وليس للانقسام بحسب تعبيره. وقبيل ذلك أعلن غانتس إلغاء مؤتمر صحفي توقعت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن يعلن خلاله الاستقالة، وجاء الإلغاء بعد أن أعلنت القوات الإسرائيلية أنها حررت 4 رهائن أحياء في وسط قطاع غزة.
وكان غانتس قد طالب حكومة الحرب بتبني خطط عمل بشأن فترة ما بعد الحرب في قطاع غزة، وإلا فإنه سيضطر إلى الاستقالة من الحكومة. هذا وواصل عشرات الآلاف من الإسرائيليين تظاهراتهم وسط تل أبيب للمطالبة باستئناف المفاوضات مع الفصائل الفلسطينية لاستعادة الرهائن الإسرائيليين، معبرين عن خشيتهم من أن تؤدي عملية تحرير أربعة منهم بعملية عسكرية يوم أمس إلى تجميد أو تأجيل هذه المفاوضات. على الرغم من الاعتراف بأن غالبية الأسرى أو الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة لن يخرجوا إلا عبر اتفاق أو صفقة مع الفصائل الفلسطينية، إلا أن مسؤولين إسرائيليين ومراقبين استبعدوا بعد استعادة أربعة رهائن في عملية عسكرية بمخيم صيراط استئناف مفاوضات إبرام تلك الصفقة ووقف إطلاق النار في المستقبل القريب. إسرائيل أو الحكومة اليمنية كانت تعلن أن القوة فقط هي التي تحرر الأسرى الإسرائيليين أو على الأقل تشكل عامل ضغط كبير، وهذا يعتبر إنجاز وإنجاز كبير جدا كما تعرضه الحكومة الإسرائيلية طبعا، وكما صرح نتنياهو في خطابه القصير جدا، فبالتالي قد تؤجل موضوع الصفقة. هذا الأمر الذي أعرب أهالي الأسرى عن خشيتهم منه دفعهم إلى تصعيد احتجاجاتهم وسط تل أبيب مطالبين بسرعة العودة إلى مفاوضات صفقة التبادل وإجراء انتخابات مبكرة. تدعو الحكومة إلى إنهاء الصفقة لأننا نحتاج إلى استعادتهم جميعا قبل أن نعود إلى المنزل اليوم. لقد كان الأمر مبهجا جدا ونحن بحاجة إلى 120 شخص الذين ما زالوا هناك. لكن نتنياهو بعد استعادة أربعة من الرهائن في عملية عسكرية على الرغم من مقتل أكثر من 200 مدني فلسطيني في العملية، عاد وأكد أن إسرائيل ماضية في حربها حتى استعادة جميع الرهائن. أريد أن أكرر وأوضح أننا سنعيدهم جميعا، وحتى في هذه الأثناء نحن نعمل على المزيد من العمليات لاستعادتهم والمزيد من الخيارات، سنعيدهم جميعا. نتنياهو الذي يتفاخر باستعادة الرهائن الأربعة مع دخول الحرب في غزة شهرها التاسع، دعا رئيس كتلة المعسكر الوطني الوزير في مجلس الحرب بني غانتس إلى التراجع عن قرار الانسحاب من الحكومة وعدم التنازل عن الوحدة. وبينما دفعت عملية تحرير الرهائن الأربعة إلى تراجع غانتس عن استقالته وتروي الحكومة في استئناف مفاوضات صفقة التبادل، فإن الكثير من الإسرائيليين خاصة أهالي الذين ما زالوا محتجزين في غزة يرون في نتنياهو المعيق الأكبر في إبرام الصفقة وتحرير أبنائهم. لقنوات أبوظبي، ماجد سعيد، رام الله. ميدانيا، قصفت القوات الإسرائيلية وسط قطاع غزة مجددا اليوم غداة مقتل 274 فلسطينيا خلال عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي في مخيم صيرات، وتقدمت الدبابات في مناطق أخرى برفح في محاولة لإغلاق جزء من المدينة الواقعة بجنوب القطاع. وقال مسعفون أن الفلسطينيين ما زالوا في حالة صدمة بسبب عدد القتلى الذي سقط أمس، وهو أكبر رقم يسجل خلال 24 ساعة على مدار حرب غزة التي اندلعت منذ شهور، ومن بين القتلى عدد كبير من النساء والأطفال. وقال مسؤولون طبيون في غزة أن 274 فلسطينيا قتلوا، ارتفاعا من 210 في بيانات يوم أمس، وأصيب 698 آخرون جراء اقتحام قوات خاصة إسرائيلية مخيم صيرات المكتظ. كما قتل 5 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح مختلفة في قصف إسرائيلي على مخيم البريج وسط قطاع غزة ومدينة رفح جنوبا. ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية اليوم عن مصادر طبية قولها أن 3 أشخاص على الأقل قتلوا وآخرين أصيبوا بعد استهداف الجيش الإسرائيلي منزلا في مخيم البريج. وأعلنت المصادر عن مقتل شخصين في قصف إسرائيلي على حيتي تل السلطان غرب مدينة رفح. سياسيا، بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الأمريكي جو بايدن الذي يقوم بزيارة رسمية لباريس قضيتي الشرق الأوسط وأوكرانيا. وقال ماكرون أن باريس وواشنطن تكثفان جهودهما لتجنب تفاقم الصراع في الشرق الأوسط مع إعطاء الأولوية لتهدئة الوضع عبر الحدود الإسرائيلية اللبنانية. وأضاف ماكرون في بيان مشترك مع بايدن أن الجانبين يعملان على تحسين الوضع لخفض حدة التوتر وإنهاء الفراغ
المشاغل مؤسسي في لبنان. من جهته تعهد بايدن بمواصلة دعم بلاده الأوكرانية، وقال أن الولايات المتحدة تقف بقوة إلى جانب أوكرانيا وحلفاء آخرين، فيما ذكر ماكرون أن فرنسا ستواصل دعمها لأوكرانيا طالما كان ذلك ضروريا. وفي أخبار أخرى، قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف اليوم أن أطفال قطاع غزة بدل الذهاب إلى مدارسهم يعانون من العنف والرعب وعدم الأمان. وأضافت يونيسف في بيان لها أنه بدل الذهاب إلى المدرسة يفر أطفال غزة من العنف، وبدل النوم في أمان مع أسرهم يعانون العيش في خيام مؤقتة، وبدل التنعم بطفولة سعيدة يرون الرعب. وجددت المنظمة دعوتها إلى وقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات دون عوائق إلى قطاع غزة. نشرة أخبار العالم متواصلة مشاهدينا، تتابعون فيها بعد فاصل قصير. أوكرانيا تعلن للمرة الأولى إصابة طائرة من أحدث جيل للمقاتلات الروسية سوخوي 57. من الضروري التعامل مع الجرائم أن الواحد يكون حذر. كل ما تراه في مسرح الحادث نراه هنا في طريقة مختلفة تماما. كل أدلة ضدك. بلادنا أمانة، الثلاثاء 7:30 مساء على قناة أبوظبي. نعيش حاليا في فترة بتغير مستقبل المهن للأبد، وكلنا نحس بأن وظائفنا مهددة بسبب الثورة الصناعية الرابعة. أنا ناصر سعيد، سنبحث معاً كيف بيكون مستقبلنا لمحاولة الإجابة على سؤال ما العمل؟ ما العمل؟ الليلة 7:30 مساءً على قناة الإمارات. مشاهدينا أهلا بكم معنا من جديد إلى لبنان، حيث ذكرت الوكالة الوطنية للأعلام في لبنان أن غارة جوية إسرائيلية على مشارف بلدة عيترون في جنوب لبنان أدت إلى مقتل شخصين. وأفادت الوكالة بأن القوات الإسرائيلية أطلقت صاروخين موجهين مستهدفة مقهى في محطة للوقود، مما أدى إلى وقوع أضرار جسيمة في المتجر والمحطة والمنطقة المحيطة. من جهته قال الجيش الإسرائيلي في بيان أن جنوده رصدوا أحد الأفراد المسلحين في منطقة عيترون، وبعدها بقليل هاجمته طائرة إسرائيلية. نستعرض الآن مشاهدين آخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية والمستجدات المتعلقة بها ميدانيا وسياسيا. قالت وكالة المخابرات الدفاعية الأوكرانية اليوم أن القوات الأوكرانية أصابت للمرة الأولى طائرة من أحدث جيل للمقاتلات الروسية سوخوي سو 57 في قاعدة جوية داخل روسيا، وعرضت صورا التقطتها بالأقمار الصناعية قالت أنها تؤكد الضربة. ولم تحدد الوكالة كيفية استهداف الطائرة الروسية أو وحدة الجيش الأوكراني التي نفذت الضربة. وقال مدون عسكري روسي يركز على العمليات الجوية أن التقرير
التحذير عن استهداف الطائرة المقاتلة صحيح وأنها تعرضت لضربة بطائرة مسيرة. وقالت المخابرات الدفاعية أن الطائرة كانت متوقفة في مطار يبعد قرابة 600 كيلومتر عن الخطوط الأمامية في أوكرانيا بين القوات الأوكرانية والروسية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بلغرود. وأكدت الوزارة إحباط محاولة لتنفيذ هجوم باستخدام طائرة مسيرة أوكرانية على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظومة الدفاع الجوية أسقطت ليلة السبت 25 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 7 مناطق روسية. النشرة مستمرة مشاهدينا، تتابعون فيها بعد فاصل قصير في أخبار الرياضة. أطلس 12 يتوج بلقب سباق غنادة للمحامل الشراعية على كورنيش أبو ظبي. في نور بداخل كل شخص فينا يدلنا عالصح، يدلنا عالخير. أحياناً ينطفي، بس وحدك تقدر تشعل النور اللي بداخلك من جديد. تمسك فيه، حاول دايماً تكمل طريقك فيه لا تضيعة، والأهم لا تطفي. تعايش الجمعة 12:45 على قناة أبو ظبي. طلبنا اليوم 64,000 دولار، مليون دولار، 5 مليون دولار، 5%. بسم الله. هدفنا انه نربي جيل واعي وذكي ومبدع مفتخر بهويته العربيه. بس ما صرت سياره. يعطيك خيرها ويكافيك شرها. يعني كم تكلفتك؟ تكلفه مالتنا 7 فلوس. شلون؟ يعني قراري بيكون مصيري. فعشان كذا بيبان السبت 6:30 مساء على قناة أبو ظبي. مشاهدينا أهلا بكم معنا من جديد. إلى الشأن الأوروبي، حيث يختتم اليوم الناخبون في 21 دولة بالاتحاد الأوروبي بما في ذلك فرنسا وألمانيا انتخابات البرلمان الأوروبي التي استمرت على مدار 4 أيام. وستحدد الانتخابات كيفية مواجهة الاتحاد الأوروبي، وهو تكتل يضم 450 مليون نسمة للتحديات بما في ذلك الأزمة الأوكرانية وتغير المناخ والهجرة. هذا وبدأت الانتخابات يوم الخميس في هولندا وفي دول أخرى يومي الجمعة والسبت، لكن الجزء الأكبر من الأصوات في الاتحاد الأوروبي سيتم الإدلاء به اليوم. إلى إيران، حيث أقر مجلس صيانة الدستور في إيران أهلية 6 مرشحين غالبيتهم من المحافظين لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في 28 من يونيو حسب ما أعلنت وزارة الداخلية اليوم. وأجاز المجلس، وهو هيئة مهمتها الموافقة على المرشحين والإشراف على الانتخابات، لستة أشخاص من بين 80 تقدموا بطلب خوض الانتخابات في أعقاب وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحية في مايو.
يؤدي رئيس الحكومة الهندية ناريندرا مودي اليمين الدستورية لولاية ثالثة خلال حفل يقام في القصر الرئاسي مساء اليوم. ولم يعلن مودي تشكيلة حكومته بعد، لكن من المرتقب أن يؤدي حوالي 30 وزيرا جديدا اليمين الدستورية. وكانت حكومة مودي السابقة مؤلفة من 81 وزيرا. وأجرى مودي محادثات مع حلفائه في التحالف الوطني الديمقراطي المؤلف من 15 عضوا لضمان عدد الأعضاء الكافي في البرلمان ليتمكن من تشكيل غالبية وتولي الحكم. والآن مشاهدينا نتوقف مع جولة في الأخبار الرياضية في التقرير التالي، نتابع. يختتم منتخبنا الوطني غدا تدريباته على ملعب نادي الشرطة بدبي استعدادا لمواجهة البحرين المقررة الثلاثاء على استاد زعبيل بنادي الوصل في ختام مواجهة المرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لمونديال 2026 وكأس آسيا 2027، والتي حسمها الفريق بالابتعاد في صدارة ترتيب المجموعة الثامنة بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة. وينتظر أن يواصل الجهاز الفني لمنتخبنا بقيادة باولو بينتو الدفع بالعناصر الشابة والوجوه الجديدة التي تم استدعاؤها والتي شاركت في مباراة نيبال الأخيرة لاكتساب عناصر قادرة على تمثيل المنتخب. ويرفع الجهاز الفني شعار مواصلة الانتصارات للحصول على دفعة معنوية قبل استكمال باقي مشوار التصفيات في سبتمبر المقبل بالمرحلة الثالثة المؤهلة إلى كأس العالم، والتي يحتاج الفريق خلالها تحقيق صدارة أو وصافة المجموعة المنتظر أن يقع بها المنتخب بعد سحب القرعة أواخر الشهر الجاري لضمان الوصول المباشر إلى المونديال. توج المحمل أطلس 12 لمالكه النوخذ أحمد راشد جمع راشد السويدي بلقب سباق غناضة للمحامل الشرعية فئة 60 قدماً الذي نظمه نادي أبوظبي للرياضات البحرية أمس تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الضفرة في ختام موسم السباقات التراثية والتقليدية. وحل في المركز الثاني شموخ 122 لمالكه النوخذ علي طارش عتيق أحمد القبيسي، فيما حل في المركز الثالث الأعلوي 150 لمالكه محمد بن ثعلوب سالم الدرعي وبقيادة النوخذ خالد طارش عتيق القبيسي. وشارك في السباق 90 محملا على متنها أكثر من 2000 بحار، حيث رفعت أشرعتها في خط الانطلاق بالقرب من ميناء خليفة لمسافة 25 ميلا بحريا باتجاه خط النهاية عند مقر نادي أبوظبي للرياضات البحرية في كاسر الأمواج على كورنيش العاصمة. يحلم بوسطن سيلتكس العريق الانفراد بالرقم القياسي لعدد الألقاب في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الذي يتقاسمه حاليا مع غريمه التقليدي لوس أنجلوس ليكرز ب17 لقبا لكل منهما، عندما يلاقي فجر الغد ضيفه دالاس مافريكس في ثانية جولات الدور النهائي. وكان سيلتكس افتتح سلسلة مباريات النهائي بفوز مستحق على منافسه مافريكس بنتيجة 107 نقاط مقابل 89 نقطة، وهو ما يمنحه مزيدا من الثقة قبل المواجهة الثانية التي يرغب خلالها في الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور في التقدم خطوة نحو لقب تاريخي يضعه على قمة الفائزين بأغلى بطولات السلة حول العالم. ويملك بوسطن 30 رائعا مؤلفا من جايسون تايتون وجايلين براون وجرو هوليدي، بينما يعتمد مافريكس الذي أحرز اللقب مرة واحدة عام 2011 على خبرات كايري إيفرنينج ولوكا دونتشيتش. سينطلق سائق مرسيدس البريطاني جورج راسل من المركز الأول في جائزة كندا الكبرى الجولة التاسعة من بطولة العالم للفورمولا واحد، والتي تقام مساء اليوم بعدما أنهى التجارب التأهيلية بنفس توقيت بطل العالم سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن. ونال راسل المركز الأول عند الانطلاق للمرة الثانية في مسيرته بعد أولى عام 2022 في المجر، وذلك لتسجيله لفة سريعة وزمنها دقيقة و12 ثانية قبل فيرستابن الذي سينطلق بسبب ذلك من جانب سائق مكلارين، فيما حل سائق مرسيدس الآخر البريطاني لويس هاملتون في المركز السابع.
وكانت الخيبة الكبيرة لفريق فيراري الفائز بالجولة الماضية في موناكو عبر ابن الإمارة شارل لوكلير، إذ حل الأخير في المركز 11 مباشرة أمام زميله الإسباني كارلوس ساينز. مشاهدينا، وصلنا إلى الختام. قبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. الإمارات تدين وتستنكر بأشد العبارات الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة التي أدت إلى مقتل وإصابة المئات من المدنيين الأبرياء. باريس وواشنطن تؤكدان تكثيف الجهود لتجنب تفاقم الصراع في الشرق الأوسط وإعطاء الأولوية لتهدئة الوضع عبر الحدود الإسرائيلية اللبنانية. ختام نشرة أخبار العالم، كنا معكم من مركز الاتحاد للأخبار. مشاهدينا، شكرا على متابعتكم، ودائما في أمان الله.